اعتمدت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالإجماع تقرير المملكة العربية السعودية المقدم لآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وأكدت المملكة أمام المجلس عزمها على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان. إن المملكة العربية السعودية تنظر إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل ببالغ الاهتمام، ومن شواهد ذلك مشاركتها الفعلية في جولات الاستعراض الثلاث وتأييدها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال تلك الجولات ودراستها على المستوى الوطني وتنفيذ معظمها، فضلاً عن تقديمها لعدد من التوصيات للعديد من الدول في إطار هذه الآلية. وفي شأن التوصيات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها ورفع القدرات الوطنية، فإن جهود المملكة في هذا المجال مستمرة اقتناعاً منها بأن تنمية الوعي بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والاجتماعي تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. فيؤكد وفد بلادي أنه لا يوجد في المملكة سجون ودور توقيف سرية، وأن الحبس السري محظور بموجب أنظمة المملكة. أكدت المملكة في كلمتها أمام المجلس أن الجهود المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورفع القدرات الوطنية في هذا الجانب ماضية، كما أن جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها مستمرة اقتناعا من المملكة بأن تنمية الوعي بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والاجتماعي تمثل أحد المرتكزات الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. من المهم اليوم كما لاحظنا أن هناك عدد كبير من الدول قدمت تعليقات إيجابية على عملية استعراض تقرير المملكة، وأشادت بما تحقق من إنجازات وبالتطورات التي تشهدها المملكة حاليا في إطار حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع. اعترافا منها بجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، أشادت الكثير من الدول الأعضاء في المجلس بالجهود التي بذلتها المملكة ولا زالت من أجل ترقية وتحسين حقوق الإنسان، وقد أيدت المملكة معظم التوصيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في المجلس، مؤكدة حرصها وسعيها لتنفيذ تلك التوصيات التي من شأنها إضافة المزيد لترقية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة. الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وافقت بالإجماع على تقرير المملكة العربية السعودية الذي ينص على إصلاحات وتطورات هامة في مجال حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.